بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، تأملوا معي هذه اللوحة الهندسية الرائعة. في القرآن الكريم سورة تحمل اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكلنا يعلم أن النبي الكريم عاش 63 سنة. والسؤال، هل يوجد في حروف سورة محمد ما يؤكد هذا العدد؟ دعونا نبحث عن حروف الميم والحاء والدال، حروف محمد. كم مرة تكررت في هذه السورة؟ نجد الميم تكرر 223 مرة حسب الرسم العثماني، الحاء 23 مرة، الميم 223 مكررة، الدال 35. الآن ما هو مجموع حروف اسم محمد في سورة محمد صلى الله عليه وسلم؟ 223 زائد 23 زائد 223 زائد 35 يساوي 504. ما علاقة هذا العدد بعمر النبي الكريم؟ هذا العدد من مضاعفات عمر النبي صلى الله عليه وسلم. 504 يساوي 63 مضروبا في 8، والعدد 8 كما نعلم هو عدد أبواب الجنة، فكل من أطاع هذا النبي دخل الجنة. هذا التناسق البديع ألا يشهد بصدق رسولنا عليه الصلاة والسلام؟ والحمد لله رب العالمين.